السعودية يرضيكم، ولدكم قاعدني ورا وجدام فاضي، شو ما في ولا حد. ها انت موجود وين قدام فاضي ولا مش ملعينك ولا لا 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 ما شفتك ما شفتك ملعينك ما شفتك ما شفتك اسف اسف لما دورك انت حبيبي نعم عاد اصورك صورة ليه تصورني ليه يعني ودي احتفظ فيها يعني اذا تسمع يعني ماشي صور بس افسخ الكاب وليه الكاب افسخ الكاب ليه انا بصورك بغير كاب يعني شلون يعني ايش فيك انت كذا معصب الله يهداك ها صور صورة صورة ايوه الو ولد عايز تترب عايز تترب اي سلام تكفى سلام سلام ها سلام تدري عندنا امثله احنا غلط وايد زي ايش وايد عندنا امثله غلط مثال اصابعك مو سوا طب صح المثال شوف اصابعي لا يبا ها شوف هذا انت تقصد ايه تفهم مين انت لا شوف الف الفين ثلاثة الاف اربعة الاف خمسة الاف ستة الاف سبعة الاف ثمانية الاف تسعة الاف وخمسمية اوكي اذا قلت حق حسن ايه حق كفيل مال انت ايوه حمار ايه اوكي شوف شنو يقول حمار واذا قلت له تف عليك ايه انا اعطيك 9500 طم 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 اقدر اقدر ما في مشكل طم والله اقسم بالله انا اقدر انا رجال كفو امشي ما شاء الله والله علم انت سمسم حمار ما شاء الله تبارك الله معلوم حمار حمار اي نفر داخل الدنيا ما يحب انت الحخيرك اول شيء شنو يعني حمار يعني ما يحب اي نفر داخل الدنيا انت يعني في حمار في الدنيا ما يحبك ما شاء الله تبارك الله انا فوز انا بس الحين والله لازم نشوف انت دقيقه لحظه انا انطر 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 دقيقه تعال ها حبيبي مو هذا اتفاقنا طيب ايش انا انت ايش اتفق انا قلت لك انا انت اتفق انت سوي كلام سوي تف على انا سوي اربع مره خمسه مره شلون قلت شنو اقول انا اقول اني انت سمسم قمر خلاص انت ليش ما يقول حمار انا ذكي ملكة انت ليش ما يقول حمار انا سوي كلام حمار يعني يلا قول عينه في حمار عينه في داخل الدنيا ما هو بنت بس ولا انك انت ملكة هر عذرونا على القصور بدل من القصور اي شيء ما من القصور يا سلام ابيض وجه الله يحفظكم يا حبيبي بعد عمري يا سلام شوفكم الله خير حبيبي ان شاء الله اشوفكم ان شاء الله حبيبي الله يسلمك حياك الله حبيبي في واحد يا ابن الحلال في واحد ما شفته يا ابن الحلال بطل بطل يا ابن الحلال بطل حبيبي شوف الباب ليه شايفني خلي ولي بحسوس يمشي بطنه حليب يمشي بطنه على طول ها يلا مشكوره هذا تو طازج شويه بعزوز خلي شويه حق عويس ها خلوا حق عويس خل حق عويس حبي خل حق عويس يلا بالعافيه قلت لك انا قوي فيه ما سمعتك خل حق منو حق عويس حبي ما سمعت اصبر عبود وش حالاته واقفين نصلي يصير خير اوريك اخ بازوز بازوز في اثنين ريال وزوجته مسافرين سوالف وغشمره طريق سفر تدري بعد يعني واحد مع زوجته وضحك وغشمره الريال قد كلمه يعني مو مكانها او حصل سوء تفاهم بينهم زعلت انت يا المرة حلو ايه حاجيها يكلمها وهذا ما ردت عليه قامت من هنا وراحت نامت على الكشن اللي ورا تغطت كذي اي اشوف 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 ايوه انا اي هذا هو نفس الشيء حلو زعلت ما تذكر المرة ايه
سليم مشى الريال وقف عند محطة. حلو. قبل لا يوقف يا بنت الحلال يجيب لك وجبة، يجيب لك عصير، يجيب لك شيء من الجمعية شغلة، ولا ترد عليه. ما تبكى ما. اي ولا كنا بروحه بالسيارة. سليم. اي. نزل هو اشترى كم شغلة ومشى. مشى مسافة. هم نزل بمحطة ثانية بيصلي ويكفي حاجته تجيب شغلاته قبل لا ينزل. يا بنت الحلال نزلي شنو تبين شنو زامرين علي اللي انا حاضر وانا حقش علي وانا اسف. طبعا الحريم ترى اطيب منهم ما في بس مشكلتهم راس يابس. سليم خلاص خصوصا اذا تسمح لي قبل ما تكمل السالفة ودي احط موسيقى. اي بشر عادي عجبتني السالفة. طريق ورانا يلا اسلم بعزوز. فاقول لك مشى الريال دق التليفون مال منو؟ تليفونها حطته هني قدام. حلو. قال يبا لا تحاكيني بس تعال شو ردي على التليفون وشوف منو قاعد يدق عليك. حلو. ولا ترد عليه ولا معبرته كل هالمده ما ردت عليه. تبي ترد عليه الحين عشان التليفون؟ ايه. لما طالع التليفون تفاجئ انه منو؟ امها. امها قاعد تدق. ام البنيه بتطمن على بنتها. ايه. رايحين سفر. ايه. قال يبا تحاكيش اذا ما تبي تحاكيني كذي كذي قاعد. إذا ما تتكلميني لا تكلميني بس قومي حاجي أمك. أو لما حط إيده كذي. إيه حط إيده كذي. لما حط إيده كذي يا فهد ولا ما قحت. أوه إيه الريال هني ين شو ما قعد شو ما قعد ما أدري زوجتي وين. قام حاجي نفسه الحين لازم يرجع حق المحطات اللي وقف عندهم. حلو. 600-700 كيلو. أوه إيه يعني 7 ساعات 8 ساعات والطريق قبل كذي كذي هد كذي. شوف شوف كذي شوف. إيه ماكو أحد ظلمة. شوف وين السيارة عنك وإذا اختربت سيارة ولا شيء من يوقف لك. أنت ريال تخاف. إيه ما من يوقف لك. طال الشارع ظلمة خرمس وين يعني تمشي 5 ساعات عشان تحصل محطة بنزين شخص واحد يشتغل فيها ويمكن تلقاه قاعد او نايم او طالع مسكر المحطه وماشي. عيال طول الوقت يكلم زوجته هي ما ترد. هي ما ترد عليه فما يدري انها نازله. نازله وما يدري اي محطه وما يقدر يتواصل معاها. تليفونها هني شلون يتواصل معاها؟ يوم دورها ما لقاها. ما لقاها. صار ريال الريال صار عقله مو براسه. اي رد يمشي مليون بالسياره من السرعه. اي راح المحطة الأولى، راح المحطة الثانية، الثالثة، ما في المرة فص ملح وذاب. أخ الريال هني قاعد بالسيارة يفكر شنو يبي يسوي، شنو الفكرة اللي بيسوي. وين رحت؟ ما أدري، ما لقاها ما لقاها. هو راح باله تفكيره قطعين طرق، أحد خاطفها. احد مسوي شيء. زين هو شلون ما ركز عليها طول الوقت وهي بالسياره؟ مو مهني المشكله الخبله ما قاعد ترد عليه، ما قاعد تعبره، ما قاعد يكلمها. اول ما حط رد يا ام فلان. ما ردت 7 ساعات 5 ساعات 4 ساعات يكلمها الريال ولا ردت عليه. يعني لو رد عليه بالمحطه الثانيه والله ها طاح الحطب. وحين هو ما يدري اي محطه ولا المهم وصل المر. لا تكلم لا تكلم لا تكلم يا جماعه اقسم بالله سالفه من الرياض وصلنا الكويت كامل نوصل الكويت ما خلص السالفه. انا كمل يبا لا تقول والله لا تقول. هذا قاعد بالنوم. هذا قاعد بالنوم ودي ما قلت سالفتك. لا تقول والله. تدري ليش قاعد هو؟ اعطي بنادول بنادول ما ابي اسمع السالفه. تدري ليش ما بسمع ما بسمع. والله طلعنا من رماح قال السالفه. شوف انا حاط باللوكيشن الحين وصلنا قلعه عليا وليه حسابة ما خلصت. يلا انزل 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 مو تروح حمام ما يعني تروح. يلا انزل روح روح يلا يلا بسرعة بسرعة انزل يلا انزل انزل عزوز انزل يلا 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 ما يخاف انزل. نصيحة اي واحد بيسافر لا يسافر يا واحد عمره فوق 45 سنة. ما له شغل العمر. اي واحد يسافر يا واحد 45 سنة كل 5 أيام يروح يقعد حمام. ما له شغل العمر ما له شغل. انت شربتني هناك. ما شربتك ولا شيء. مشكلتك انت اللي شربتني هناك. زين روح روح حمام روح روح ما ادري وين بيروح. زين هاك هاك تعال تعال هاك واكاك شنطتك شكل جنطة
اخاف واحد يبوك شيء تبلشنا تقول احنا بقنا ولا سوينا عارف النوعيه احنا. شفت هذا ننسى زوجته؟ احنا بننسى صاحبنا. احنا بننسى صاحبنا. اذا ما مشيت انا مو ريان. اعطيته جنطته عشان بطاقته عنده. بس دقيقه يا جماعه اكلمكم بجد والله. سالفه ما تضحك حبيبي ليش مشيت؟ صدقك مشيت؟ لا لا سالفه متى بنوصل؟ متى هذا؟ والله ما راح ارجع له. انا ارجع لا 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 والله ما راح ارجع له. حرام. لا لا والله ما راح ارجع له. مشينا استلم له حرام. فهد حبيبي يا ابن حلال توني لا ارجع مو قشمره فهد هذه ما شنو لا لا مو قشمره صدق مو قشمره هذه هذه على طريق سفر يا ابن الحلال يبا يصير في شيء يا جماعه ارجع يا جماعه اللي بيحن ينزل يلحق بس اسكت اسكت محمود دقيقه فهد يا حبيبي ارجع قليال فهد فهد نص ساعه هذه كان واصلين احنا الخمس جايين وقف يبا وقف لا 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 تكفى تكفى شنو وقف والله ما ارجع له لا تحلف والله والله زين حبيبي يبا انا ننزل ننزل هني ننزل هني انا اروح اروح تك صامل ترى شوف اللوكيشن قاعد نمشي صدق وضح ساعه باقي ساعه زين يبا طف طف الكاميرا طف الكاميرا اسمع اسمع بس خليني اقول لك يبا فيجن هذا لا تصور لا تصور اسمع خليني اقول لك نزل نزل تليفونك بس هذيك خليني اقول لك شوف اللوكيشن قاعد يمشي ساعه مو ضحك لا تضحك خلنا نرجع بعد ما نخلص ترى اسمع خليني اقول لك يبا بركبتنا الريال اسمع ابو عزوز سؤال احنا وين وين هادينا عند اهلنا واخواننا اوكي اخواننا على عينه وعلى راسه ما قلنا شيء ريال جاي وياك ولا لا لا مو هني الحكي الحكي انه بيرد اسوء جنطته وياه اي اعطيته اياه ذكي انا يبا ما اضمن ما اسمع اسمع انا ما اضمن عليه المعلومات اعطيته جواب بطاقته وبوكه وجوازه عشان يقدر يرد ليش زين ما رد زين شلون شو اسوي له انا لا لا مينون انا مينون مينون الريال جاي معاك شنو في واحد قاعد يترك شو يا يبي يمر المهم حبيبي شو اوقف يترك لي شيء يترك لي يمكن يبي مر وقف وقف شوف شوف يمكن قاعد يبا انا اوقف حق احد يترك لي يبيك حتى هذا تبي تضحك يمكن يبيك ريال في شيء اوقف حق احد يترك لي اوقف يمكن سرقته فيها شيء شوف في شيء في شيء وقف 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 في شيء الظاهر وقف 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 أقول ها بعزوز أنا قاعد أحب بعزوز يا ويهك أنا قاعد أقول لك القصة سويها فيني ليش يمي أنا بعزوز بعزوز أنا قاعد أقول قصة الرجال وزوجته خليني أنا وتمشي عني إيش دراني بعد سالفتك طولت بعزوز بعد سالفتك طولت وبس سالفتي طولت يا ويهك أدري زوج سالفة طولت أنا قاعد أقول تسويها واقع ادري ابو عزوز والله قصتك نوع الجن بطني انا بطني انا الناس ما اعرفهم زين وقفوا لي السلام عليكم قواكم الله يبو يبو الكويت الله يجزاكم خير يا رب مشكورين ليش ليش جبتوه والله ما كنت ابي ها هذا اللي سوق السياره ايه يقول لي يقول وانا قاعد امشي يقول شفتك واقف يقول اللي ورا يقول هذا جني جني قال جني لابس رمال لا لا والله انت مو صاحي ليش جاي وياك تدني بهالبر بهالبرد ثلجت والله ثلجت صدقك انت هدي ابو عزوز يا عمي روح ما في شيء يا عمي روح انت ترى كم ساعتين للكويت شنو ابو ساعتين شنو اروح مشي يعني ليش كام يا ابوك شباب ادري بس فيجي كان قاعد قدام معاك ابو عزوز